لو هتلاحظوا ان ايده بص عماله تنزل وتطلع ازاي، يلا بتنزل ويعمل ويضرب في رجله وتغير اتجاهاتها. طب انا هتصرف ازاي مع الايد دي كلها؟ انا هدفي كل يا شباب هو الجوينتس، المفاصل، مفصل المرفق ده ومفصل القبضه ده، تمام، اللي هو الرزغ او الساعد هنا. المفاصل دي لو اتحكمت فيها بقوه قسما بالله ما هيعرف يعمل شيء. احمد بالله عليك السكينه دي بكل قوتك هاتها في بطني، يلا يا احمد اجمد اجمد، ابصوا اجمد اجمد يا مش عارف ليه اهو، بس خلاص حاسس بايه؟ حاسس انه مش قادر، لان لو انا اتحكمت في المفاصل دي مش هخليه يتحكم، مش هخليه يا رب يعرف يتصرف او يطعني او يضربني. طيب هو دلوقتي حركه ايده ماشيه، يلا معايا. طيب والله هديك اللي انت عايزه، انا بستغل بقى اول ما الاقي الايد دي نازله عندي بطيء شويه، تمام، او نازله اتجاهي يعني مركب، يبقى انا همسكها في اللحظه دي او اتحرك. طيب ماشي والله، طيب ماشي هديك اللي انت عايزه، اطلع فوق وانزل تحت. طيب ماشي والله، بص بص ايده اتحركت ازاي. طيب وجت في لحظه منزله، بصوا مسكت المفاصل بقوه. لاحظ معايا ان انت احيانا ممكن ايدك ما تجيش هنا من اول مره، ممكن ايدك تيجي هنا او تيجي هنا، انت اول ما ايدك تيجي في ايده ظبطها وانزل اهو. سريع شويه يا احمد، اهو بص معايا. طيب ماشي والله اديك انت، بص اهو روح نزل كده تحت اهو، هنا او هنا كده اهو بقوه وقايه يا احمد، يلا اعمل معايا. طيب ماشي والله اديك اللي انت عايزه، حاضر حاضر والله اهو، شايفين مسكت بقوه اطمن عليها كتير. ثانيا اول ما امسك هو هيقاوم معاك وبيزق وعاوز يتعمق على طول، براسك براسك اضرب هنا، اضرب رجلك هنا تحت الحزام ضربات متتاليه، شايفين اول ما تمسك بقوه، لا قوم قوم، اول ما تمسك بقوه بص او هضرب هنا هضرب هنا هضرب هنا، ضربات متتاليه تحت الحزام كفيله انه يصرخ ويصوت في الوجه كله. بعد ما بضرب بعد ما بضرب او ضربات متتاليه ضربات ضربات متتاليه هنا، بزقه وبجري بزقه وبجري. يبقى أول قاعدة عندك، يلا يا أحمد معايا تاني، نمسك المفاصل ده أهم ثبات انفعالي. طيب ماشي هات معاك. طيب والله هديك اللي أنت عايزه، شايفين عيني عيني بتركز إزاي؟ ها يلا معايا. طيب والله طيب تمام هديك اللي أنت، بتطلع إيدك فوق ونازل تحت، حاضر والله، شايفين إيه؟ بتركز فين؟ عند المفاصل، هشتغل هشتغل، أبص تيجي فجأة أه مسكت بقوة وأنا هنا على طول عشان ما يلحقش يقاوم، حاول تضرب إيدك دي تضرب هنا أه تضرب هنا تضرب هنا، مش هيلحق يصلي له الثانية، وتزقه وتجري. ده أول موقف. ثاني موقف لو انت عايز تتحكم فيه، لو انت عايز تتحكم في المفاصل بقى، تنزل كده تحت وتيجي الفرصه المناسبه. طيب ها بص اهو على طول على طول كده نفس الفكره، بعدين بقى ايه، بص بص من هنا اهو هضرب هنا هضرب هنا براسي برجلي تحت الحزام، بعدين دراعه ده بص هروح واخده ازاي، واخده فوق كده والفه كده اهو، بصوا ازاي هلفه كده لفه خارجيه اهو، لافف كده بقوه، شايفين اهو، وجايبه فين؟ جايبه وراه كده، وراه كده اهو، اهو وراه، وامسكه من رقبته كده، شايفين؟ همسكه من رقبته كده اهو بقوه، وانزل معاه لتحت اهو، وانيمه كده، وانا كده اهو هضرب فيه، ماسك، بتصل بالشرطه، بجيب يا رب يا رب بنادي الناس، وبخش كده جوه ايده اهو، وبسحب السلاح منه اهو، وماسكه ومثبته. تمام؟ كيك اب يا احمد، كيك اب. تمام؟ نشوف اللفه تاني، يبقى بعد ما مسكت المفاصل بصوا الف ازاي، بصوا اهو من فوق للاسفل كده اهو اهو، وعلى طول امسك كده بقوه وانزل معايا. عاش، قوم نشوف بقى التجربه واقعيه، عايزك زقني كده على الحيط، زقني كده على الحيط بقوه، يلا بايدك زقني، لا على الحيط ده أوكي. يلا زقني زقني. طيب حاضر ماشي والله، طيب والله العظيم هديك اللي انت عايزه حضرتك، ماشي والله ماشي اهو، ضربت ضربت زقيت اهو، لفيت بقوه اهو ومعايا اهو، وبط بط اهو اهو واخد السكين، ها كيك اب، او لا اما زق واجري، يلا فين؟ حاضر والله ماشي اديك اللي انت عايزه، حاضر حاضر اهو، بص ازاي اهو، ضربت 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 وازقه وممكن اجري. اوكي يا شباب، ده دي حركه التعامل مع السكين لو حد او واخدك اتجاه الحائط وبيضرب ضرب عشوائي. اتمنى نستفاد، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه القادمه. شكرا يا احمد.